شوي كده، لا نبغى نكبرها شوي. نجيب الأزرار نشوف إذا ما كان يدخل ولا لا. لا ما يدخل، فشو نسوي؟ نكبر شوي الفتحة. في هذه الخطوة أفضل أن نستخدم مقص حاد. أيوة أدخل خلاص كذا، أدخل شوفوا معي. في هذه المرحلة أفضل أن نستخدم مقص حاد، بحيث أن لما نقص إحنا راح نقص يعني شلون أقولها، بدقة. فأتمنى إنه يكون مقص حاد. نجيب خيط عادي، هنا مرحلة مو تثبيت أزرار، فتحة الأزرار. ندخله من تحت كذا من بينهم مثل ما قلنا. زيادة الخيط ندخلها بينهم بين القماشين كذا، وبعدها نخيط كذا، ندخل الخيط من الفتحة فقط، الإبرة قصدي من الفتحة، بحيث إنها ما تخيط، تكون هنا على شكل حلقة، وندخلها من جزء الأورنج لم القماش التكواز، وهكذا باستمرار على مدخل الخيط، مدخل الأزرار. كو خلصت، دخل الخيط، عقد من هنا، وبعدها نثبته. هنا نكون خلصنا من فتحة الإزرار. في الجهة الثانية راح نثبت الإزرار. على فكرة هذه من زوائد، يعني راح نقصها بعدين، بس خليني أقصها الحين عشان يكون أسهل لما نثبت الإزرار. زوائد كلها نقصها بحيث إنه ما يكون في أي زائدة، هنا بس زائدة بسيطة هنقصها. كذا يكون تساوى. الحين نجمع حتى تثبيت الإزرار. سنقيس بحيث انه يكون مقاس مضبوط تماما. نحدد مكان الإزرار هنا، نحط دبوس. هنا هو تقريبا هنا، ايوه. نجيب الازرار، وين راح الازرار؟ ومعه خلي اثبت الكاميرا كذا، ازرار والخيط. الخيط خلص، نرجع مثل ما قلنا نثبت ازرار. عشان ما يضيع المكان نحط دبوس داخل واحد من الزرير، بحيث ان الدبوس يطلع يعني. ندخل الإبرة، نكون ماسكين الإزرار، طالع الدبوس، وبعدها نخيط. أولا بس نثبت الإزرار في المكان المطلوب. بعدها نبدأ نخيط يعني أكثر من مرة.
نتأكد بس ان الازرار ثبت بشكل مضبوط، بعدها نثبت الخيط. اولا قبل هذا نتأكد شوي انه يدخل مع الفتحة مثل ما قلت، اي كذا. بعد ما ثبتنا الازرار نجي لاخر مرحلة وهي تثبيت اليزابيث. رح ناخذ اليزابيث نحطها فوق بحيث ان الاطراف تكون مطابقة تماما، عاد لما يطلع من فوق اورنج، لان في النهاية رح نقص الزوائد. امشي الطرف اللي تحت ونبدأ نخيط اليزابيث، وبعد شوي نثبت العصا حقه. ثبت الخيط، بعدها نبدأ نخيط. ها ثبت إليزابيث، ثبت العصا حقه، نيتها. على فكرة العصا هنا استخدمت في هالمنطقة، وتلاحظون هنا في لون أبيض ثاني. ثبت الكاميرا، ايش فيها الكاميرا؟ في هنا لون أبيض ثاني تلاحظون، اللي هو نوع من القماش صراحة ما أدري إيش اسمه، اللي يثبت الأشياء يكون ملمسه يعني قاسي نوعا ما. لحظة أجيبه، ولما نكويه يلزق، فهو توقع اسمه فازلين، قماش الفازلين أشي زي كذا كذا. إذا تلاحظون كان ورق، بس هو قماش على فكرة، يعني من جهة ناعم نوعا ما ناعم، ومن جهة خشن جدا. أنا استخدمت قطعة صغيرة هنا في هذه المنطقة عشان تثبت العصا، تقريبا بهذا الحجم. لحظة، هنا من هنا إلى هنا بهذا الحجم، بحيث انه يثبت العصا ولا يطيح من على وراء او قدام كذا. اوكي نجرب نثبته على الكاس. ايوه كذا ثبتنا اليزابيث. كذا نكون انتهينا، يكون الماسك حقنا انتهى. ان شاء الله يكون الدرس عجبكم واستفدتوا منه، ان شاء الله نشوف تطبيقاتكم. اذا كان عندكم اي استفسار او اي رغبة في الكتابة او اي سؤال او طلب، تقدروا ترسلوه على الايميل الخاص بالمدونة. السلام عليكم.